الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، النحافة شرحناها في حلقات سابقة، شرحنا أمراضها، الأمراض المسببة لها، وكيفية العلاج والتخلص من الأمراض. الأصل عندي هو علاج المرض الذي يسبب النحافة، ليس علاج النحافة كنحافة، لأن الأمراض النحافة لها كما قلنا سببين أو قسمين، هي من قسمين، قسم مرضي وقسم غير مرضي. أما الغير مرضي ده ممكن الإنسان لما يرجع لحالته الطبيعية والوضع الطبيعي يستعيد صحته بسرعة. أما يعني قلنا ان ممكن يكون انسان بيسبب له نحافة من علشان مرض معين، أو من وفي غير بسبب مرض، زعل او مثلا ضغوطات نفسية. إهمال في الغذاء، إهمال في الصحة، ما بينامش كتير، ما بديش حق جسمه في استكمال النوم بصورة كافية. يعني الأمور دي اللي هي ممكن الإنسان لما يبطل هذه العادات أو يترك هذه العادات يستعيد صحته مرة أخرى. ولكن نحن الآن بصدد النحافة المرضية. تكلمنا كما قلت حضرتك عن نشاط، عن فرط نشاط الغدة الدرقية، لأنها بتزيد من عملية الاستقلاب، فبذلك تزداد عملية الحرق، يحترق أو تحترق نسبة كبيرة من الدهون، فيحصل بذلك النحافة. وتكلمنا أيضا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشترك في قناتنا على يوتيوب الصحة تشانل.